بالظبط هو التطور البي بالنسبه للتايم وانت بتكامل بالنسبه للمساحه. مش انت بتكامل ده بالنسبه للمساحه؟ يبقى كده ده كيلوغرافي ايه؟ تفاضل البي بالنسبه للسي مضروب في الدلتا مين؟ في الدلتا اكس. طب في الحاله دي ده المفروض يساوي كام؟ كام؟ displacement current في ضغط ام جي دي ده يساوي كام؟ عشان يعني انت عندك الدلتا اس لو عندك اريا يبقى عندك النورمال اللي عليه وعندك الماجنتيك في البلين العمودي عليه، وبما انت بتاخد دوت برودكت يبقى انت بتاخد 90 كوزاين السبب كوزاين 90 بصفر، يبقى المفروض ده الكلام ده هيساوي كام؟ زيرو. يعني المفروض ده الكلام ده كله هيساوي كام؟ زيرو. طب بما ان الكلام ده كله بيساوي زيرو يبقى ده معناه ان الاي تو ودلتا اس هتساوي مين؟ تساوي اي 1 اي 1 دلتا. ده الافتراض ان الباوندري بس خلي بالك هو انت هنا لما هتعمل انتجريشن للاي 1 دوت دلتا اس هتدي اي 1 دلتا اس الانتجريشن ده هل الانتجريشن ده يكفي اي 2 دلتا اس؟ ما على اساس الشرط اللي انا حاطه اصلا معرفش ان الباوندري ده يساوي ايه؟ كلوز باي انتجريشن لل A2 دوت دلتا ان، المفروض يديني A2 دلتا ان بس؟ هو انت لما تجيب A2 دوت دلتا ان مش عباره عن الاوت دوت ده عباره عن الكوزاين الزاوية كوزاين الزاوية؟ اه طيب كوزاين الزاوية ده لو انت عندك ليكن في بشكل كده مثلا كوزاين الزاوية يعني انت هتجيب ليكن في فين؟ على الباوند المركبة دي؟ طب هي المركبة دي هي الـ A2؟ لا ده هي الـ A2 في كوساين الزاوية. طب هي الـ A2 في كوساين الزاوية دي بربنديكولار على الباوندري ولا تانجنت للباوندري؟ تانجنت للباوندري. يبقى أول حاجة لازم نتفق عليها الانتجريشن للـ A2 ضد دلتا A ما هواش A2 دلتا A ده الـ A2 كوساين الزاوية دلتا A. طيب هي الـ A2 كوساين الزاوية دي تعبر عن مين؟ تعبر عن المركبة التماسية للفيكتور بتاع الـ A2. لو ده الـ A2 يبقى اللاب المفروض احطها هنا المركبة اللي هتبقى كده. المركبة اللي هتبقى كده هي المماسية للباوندر. يبقى المفروض دي اسميها ET2. يعني التانجنت الالكتريك فيلد بتاع المركبة A2. وبنفس الحكايه دي المفروض تبقى مين؟ اي تي 1. يعني انا لو عندي هنا الاي 1 وهتجيب تكامل الاي 1 ضد دلتا ال يبقى المفروض يدي لك الاي في كوزاين الزاويه. يعني بنتكلم عن المركبه اللمسيه بتاعه الاي 1. يبقى التكامل ده مش بيديني الاي 2 في الدلتا ال ده بيديني المركبه اللمسيه للاي 2 مضروبه في الدلتا ال. يبقى المفروض دي اي تي 2 ودي اي تي 1 دلتا ال. وبالتالي ده معناه ان الاي تي 2 دلتا ال بتساوي اي تي 1 دلتا ال. طب ما الدلتا ال هي نفسها مين؟ يبقى ده معناه ان الاي تي 1 بتساوي الاي تي 2. دي اول علاقه للباوندري كونديشن. ايه بقى معناها العلاقه دي؟ عايز تقول لك ايه؟ ان انا في الوسط اللي هنا ده عندي الكتريك ايا كان قيمته وعندي جوه الصفوره دي في الكتريك فيلد تاني ايا كان قيمته. الكتريك فيلد في الوسط ده ممكن يبقى ليه مركبه كده مركبه كده مركبه كده في الاكس واي وزد. مركبه الكتريك فيلد اللي هتبقى مماسيه في الوسط الاولاني
وده وصل الاولاني وده الوصل الثاني. وهنا في الكتريك فيلد اي مكان فهمت، وهنا في الكتريك فيلد بينتشر في اي مكان فهمت. المركبه المماسيه للالكتريك فيلد هنا يعني ايه المركبه المماسيه؟ يعني قيمه الالكتريك فيلد اللي في الوسط ده اللي بتمس الباوند. بتمس ازاي بقى؟ تمسه كده الاتجاه ده تحت. المهم ان هي مماسيه ده هتساوي المركبه المماسيه لمين؟ النكت. هي دي احد شروط الباوند، اول شرط في الباوند كونديشن. لو عندك حد فاصل بين الوسطين فالمركبه المماسيه في الوسط الاولاني هتساوي المركبه المماسيه في الوسط الثاني. طب جت منين؟ جت من معادله ماكس الكوميشن الاولى. فكناه افترضنا ان في لوب يمر الوسط الاولاني والثاني، وجبنا كلوز لاين انتجريشن للاي دوت دلتا اي وفكيناه من اربع ترمات. وبعدين افترضنا ان الدلتا اتش دي هتحول الى سي، وبناء عليه بقى عندي ترمين بس. اي ترم من دول لما اجي اجيبه لما اعمل انتجريشن للاي دوت دلتا اي، خد بالك ان ده فيكتور وده فيكتور هتكمله، يعني اديك الاول في الثاني كوزاين الزاويه وتكامل بالنسبه للدلتا اي. فده معناه ان اللي هيطلع هنا مش الاي 2 ده هيبقى المركبه المماسيه بتاعت هسميها اي تي 2 دلتا ال ناقص اي تي 1 دلتا ال. ده المفروض يساوي كام؟ المفروض يساوي صفر من الطرف الثاني، وبالتالي الاي تي 1 هتساوي الاي تي اول عقد. ما هي الاثنين لما تضرب في كوساين الزاويه يعني بجيب المركبه دي. طب المركبه دي هي المركبه المماسيه فهسميها ايه؟ تانجنت. لا مش لازم نفس الزاويه، دي زاويه ودي زاويه ثانيه خالص. المهم ان دي مركبه مماسيه للفكتور اللي هنا هيبقى ليه مركبه مماسيه، واللي تحت ده هيبقى ليه مركبه مماسيه. الاثنين المماسيتين دول لازم يساووا بعض. يبقى انت ما عندكش الا السيرفيس اريا اللي فوق وزيها مين؟
المساحه الاريا هنا زي الاريا الدايركشن مختلف بالسالب بس الدايركشن مختلف رقم واحد ان دي لفوق غير دي لتحت لان انا فاضل ده ريجن عنده الكتريك فيلد ده ريجن تاني عنده الكتريك فيلد تاني يبقى هنا الكتريك فلوكس هيختلف عن الكتريك فلوكس هنا يبقى اذا ده Thank you.